قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على خان يونس ورفح جنوب القطاع. القسام تعلن مقتل 36 جنديا إسرائيليا خلال 72 ساعة. والجيش الإسرائيلي يعلن انتشال جثة رهينة. مستشار الأمن القومي الأمريكي يناقش مع الرئيس الفلسطيني اليوم جهود تجديد السلطة وتنشيطها. تقرير لواشنطن بوست يصف سياسة بايدن تجاه غزة بالخطأ الفادح وتذكير بالحكم السيء للإدارة الأمريكية في الشؤون الخارجية. الحوثيون يستهدفون باخرة شحن في البحر الأحمر متجهة إلى إسرائيل، وترقب الإعلان الأمريكي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لردع الحوثيين. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من الحدث، معكم المبروك صغير. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بسقوط قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. وأوضحت الوكالة أن 4 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل غرب خان يونس. كما قصفت إسرائيل بالمدفعية الثقيلة عدة أحياء في مدينة خان يونس مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. الوكالة الفلسطينية أضافت أيضا أن الطيران الإسرائيلي قصف مربعا سكنيا بالقرب من مستشفى الكويتي في رفح جنوب قطاع غزة مما أسفر عن سقوط ضحايا. بينما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 18,787 قتيلا، فيما زاد عدد المصابين إلى 50,897. إذن هذه صور مباشرة إذن على قطاع غزة لتجدد القصف الإسرائيلي العنيف. الآن هذه صور تظهر هذا القصف العنيف الذي يشهده قطاع غزة عن طريق طائرات إسرائيلية تقصف مواقع متفرقة إذن من قطاع غزة. صور مباشرة تأتينا إذن إلى من قطاع غزة وتظهر أعمدة دخان الكثيف التي تتصاعد من القطاع. وإذن هذه الآن صور جديدة لقصف آخر جديد الآن على قطاع غزة نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على القطاع. من جانبها أعلنت كتائب القسام عن مقتل 36 جنديا إسرائيليا خلال عدد من العمليات في 72 ساعة الماضية. وبحسب بيان لكتائب القسام تم تدمير 72 آلية عسكرية إسرائيلية فضلا عن الاستيلاء على عتاد عسكري إسرائيلي بعد عملية الاستهداف التي تمت بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والتي نتج عنها سقوط عدد من الجرحى من الجانب الإسرائيلي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت 11 شخصا خلال عملية عسكرية في جنين في الضفة الغربية. وكانت القوات الإسرائيلية توغلت في مدينة جنين بشمال الضفة ومخيمها لثلاثة أيام قبل أن تنسحب مجددا. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته صادرت عشرات قطع من السلاح وفككت منشآت عدة لتصنيع العبوات. وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل متكررة في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مطلوبين يتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية. ومن رام الله ينضم إلينا الآن مراسل الحدث فالح نصير فالح. مرحبا بك نصير، آخر التطورات من عندك.
بالفعل كان هناك اقتحام لقوات الجيش الإسرائيلي بداية لبلدة عريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. القوات الإسرائيلية قامت بتفجير منزل في بناية سكنية مكونة من 3 طوابق، وأيضا قامت بهدم منزل آخر يتبعان لشابين فلسطينيين معتقلين لدى السلطات الإسرائيلية. تدعي السلطات الإسرائيلية بأنهم ساهما في مساعدة منفذي عملية فلسطينيين من ذات القرية قبل 6 أشهر، وقد قتلا المنفذان بعد تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عالي ما بين رام الله ونابلس أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين. بالتوازي مع ذلك شن الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية في الخليل وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية وكذلك في مدينة طوباس، وكان هناك إطلاق نار كثيف من قبل القوات المقتحمة التي دفعت بتعزيزات عسكرية. وردت قبل قليل أنباء تتحدث عن نجاة 3 فلسطينيين من محاولة اغتيال بعد ملاحقتهم من قبل قوة خاصة إسرائيلية في شارع عمان بمدينة نابلس. المحاولة الأولى كانت لتعقب المركبة من قبل قوة خاصة إسرائيلية، ثم المحاولة الثانية بعد دخولهم إلى مخيم بلاطة وترجلهم من المركبة قامت القوة الخاصة الإسرائيلية بإطلاق مسيرة انتحارية حاولت اغتيال الشبان 3، لكنهم نجوا من هذه المحاولة حسب ما أفاد به شهود عيان. هذه الصبغة التي تخيم على هذا المشهد أضحت شبه يومية في ظل الحملة غير المسبوقة التي يشنها الجيش الإسرائيلي إزاء الضفة الغربية، لا سيما منذ 7 أكتوبر الماضي مع تزايد الاقتحامات وعمليات الاعتقال التي فاقت 4400 فلسطيني، وهذا عدد كبير ويشي عن أن سياسة الباب الدوار والاعتقالات اليومية ما زالت مستمرة لدى الجيش الإسرائيلي تحت حج وذرائع أمنية، فيما تتواصل الضغوط من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لتخفيف هذا الاحتقان وهذا التصعيد في الضفة الغربية. لكن هذه النداءات لم تجد أذنا صاغية من قبل تل أبيب التي ظلت تمعن في هذه السياسة وتواصل سياسة التصعيد إزاء الفلسطينيين لا سيما في الضفة الغربية مع تزايد الاعتقالات والاقتحامات وكذلك عمليات القتل وإطلاق النار التي أيضا أضحت شبه يومية. بطبيعة الحال هناك تصاعد في هذه الأحداث الميدانية واتساع في دائرة الفعل ورد الفعل والمواجهة مع قوات الجيش الإسرائيلي التي تفضل الحلول الأمنية والعسكرية على الحلول السياسية، رغم أن الضفة الغربية تبدو هادئة نسبيا مقارنة مع ما يجري في قطاع غزة، إلا أن إسرائيل وكأنها تستغل انشغال العالم فيما يجري في قطاع غزة لتنفذ هذه المخططات بالضفة الغربية. أيضا على المستوى السياسي يصل اليوم إلى مدينة رام الله مستشار الأمن القومي الأمريكي قبل أن نتطرق فالح إلى زيارة سوليفان إلى رام الله، أود أن أعود بك قليلا إلى مسألة المعتقلين. هل تتوفر لديكم أي معلومات فيما يتعلق بالعدد الإجمالي لعدد المعتقلين من رام الله من الضفة تحديدا؟ لم تصدر الإحصائية الرسمية حتى هذه اللحظة من قبل نادي الأسيرة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، يعني تتلقى هذه الجهات التحديثات من قبل عائلات الأسرى تجمل الأعداد والأسماء ربما بعد 2 أو 3 ساعات من الآن. لكن بالحقيقة أن هذا المشهد هو مشهد يومي ومعتاد بالنسبة للفلسطينيين، وهذه المشاهد لم تعد لافتة مع استمرار الاقتحامات وأيضا عمليات الاعتقال، وإن كان بعض الذين تعتقلهم القوات الإسرائيلية تفرج عنهم بعد ساعات أو بعد أيام وتستدعيهم ربما للتحقيق، لكن الأعداد كبيرة مقارنة مع ما تقوم به السلطات الإسرائيلية مقارنة بالأعوام أو الأشهر الماضية. أكثر من 4400 أسير منذ 7 أكتوبر، هذا عدد كبير، وهناك تكدس في أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، فالأقسام التي تتسع ل 120 أسيرا يزج بها أو تزج السلطات الإسرائيلية ب 320 أسيرا على أقل تقدير في هذه الأقسام، كما أن هناك حملات
التنكيلية تتبعها مصلحة السجون الإسرائيلية إزاء المعتقلين الفلسطينيين، تارة بعمليات العزل الانفرادي وتارة أخرى بمنع زيارات الصليب الأحمر وكذلك المحامين وقطع الاتصالات عن الأهالي والزيارات، فضلا عن اتباع سياسة التجويع حسب ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إذ إن السلطات الإسرائيلية تقوم بتقديم وجبات طعام محدودة للأسرى في داخل المعتقلات وتتخذ ضدهم إجراءات تصعيدية، وكل ذلك بتعليمات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي دعا علانية إلى تجهيز سجون تحت الأرض لا سيما لأسرى قطاع غزة، ردا على ما جرى أو ما نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر من هجوم على المستوطنات في غلاف قطاع غزة. وأيضا يعني بالفعل يتطلع أهالي الأسرى الفلسطينيين لا سيما أصحاب المحكوميات العالية المؤبدات إلى أن يتم إبرام. وبينما أنت معنا الآن على الهواء مباشرة، نحن نشاهد ونتابع هذه الصور المباشرة للقصف العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة الآن. إذن هذه صور مباشرة تأتينا لضربات إسرائيلية جوية جديدة على قطاع غزة. فلح فيما يتعلق بحصار المستشفيات وآخر المعلومات من هناك. حصار المستشفيات يشي بأن لا خطوط حمراء بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وأيضا إسرائيل تدير ظهرها لهذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية. يدعي الجيش الإسرائيلي بأن حصار المستشفيات يأتي لاعتقال ربما مطلوبين أو مسلحين فلسطينيين أو جرحى أصيبوا خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية، كان ذلك جليا لا سيما في مدينة جنين ومخيم شمال الضفة الغربية مع استمرار حملات الاستهداف لمخيم جنين والمدينة، في وقت يقول فيه الجيش الإسرائيلي بأن خلايا مسلحة فلسطينية تتبع للفصائل تتحصن في داخل هذا المخيم لتعمد لتنفيذ سياسة الاغتيالات باستخدام الطائرات والمقاتلات المسيرة من عن بعد بعد المحاولات ربما الاعتقال أو محاولات إطلاق النار والإصابة بشكل مباشر لتسهل من هذه العملية عبر المسيرات. وهذا بدأ جليا وواضحا خلال الأشهر المنصرمة نظرا للخصوصية الكبيرة للمخيمات الفلسطينية، الشوارع ضيقة، تداخل في المنازل، ربما المسلحون في داخل المخيم ينصبون كمائن للجيش الإسرائيلي لكنه يعمد لإغلاق مداخل ومخارج المخيمات أو المدن ثم يدفع بهذه المسيرات الانتحارية وينفذ عملية الاغتيال عن بعد. المزيد مما رصدته حول زيارة سوليفان. سوليفان ربما ليس هو المسؤول الأمريكي الأول الذي يحط رحاله أو يقطع جولات ماراثونية ما بين تل أبيب ورام الله، لكن هذه الزيارة ومع هذه الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر وتوالي أعداد القتلى والضحايا الفلسطينيين، جاء هذا الزائر خفيف الظل الذي يغادر اليوم بعد زيارته رام الله يغادر المنطقة، جاء إنما لحث إسرائيل على تجنيب المدنيين في هذه العملية وإنهاء هذه العملية ربما خلال أو في غضون 3 أسابيع، لكن إسرائيل تبرر دائما بأن العملية لم تنتهي وستستمر ربما لأشهر أو لسنوات. وهناك تضارب أيضا في التصريحات الإسرائيلية مثلما هناك تضارب في التصريحات الأمريكية التي تدعو لضرورة تحقيق حل الدولتين، ثم تدعي بأن يجب أن يكون هناك إصلاحات لدى السلطة الفلسطينية، وهو ما عبر عنه الرئيس محمود عباس الذي قال إنه مستعد لإجراء انتخابات، وإن ما يعطل تجديد الشرعيات هي إسرائيل التي منعت عقد الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، وبأن السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي ما أو مقاليد الحكم في قطاع غزة بعد أن غادرت القطاع عام 2007 وتخلت عن إدارته إداريا لكنها لم تتخلى عنه ما
إجماليا، بمعنى أنها تقدم 140 مليون دولار شهريا للموظفين الذين يتبعون لها وللعائلات المحتاجة في قطاع غزة بعد انقلاب حركة حماس في العام 2007. لكن الجهد ربما سينصب اليوم في هذا اللقاء، كما اللقاءات السابقة بين القيادة الفلسطينية والمسؤولين الأمريكيين على ضرورة تحقيق تهدئة وهدنة شاملة وإدخال المساعدات الغذائية والطبية وكذلك الوقود إلى القطاع والوصول إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وسط دعوة من الجانب الفلسطيني لضرورة الوصول إلى حل سياسي والتخلي من الجانب الإسرائيلي عن الحلول الأمنية والعسكرية التي أثبتت فشلها من خلال أن يلج الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحقيق حل الدولتين. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله مراسل حدث فالح نصير فالح. طيب في الهرب منصور افتحوا بتقبل في بوزلم 16 تشسر الشباب يجي. شوف 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 الله أكبر، فاتوا دار أبو منصور. أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تأمل أن تتوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أسرع وقت. كيربي قال إن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان ناقش مع الإسرائيليين تحول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة نحو عمليات أقل شدة، معتبرا أن الجدول الزمني الذي قدمه وزير الدفاع يوآف جالانت حول إنهاء الحرب منسجم مع ما قاله المسؤولون الإسرائيليون في السابق. كما أكد كيربي أن واشنطن لا تملي الشروط على إسرائيل وأن الحرب قد تنتهي اليوم إذا تراجعت حماس، لكن هذا لا يبدو مرجحا في الوقت الحالي. الحرب في غزة يمكن أن تنتهي الآن إذا قبلت حماس بثلاثة شروط، وهي ليست بالشروط الصعبة: إلقاء السلاح، تسليم المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر، والإفراج عن جميع الرهائن. ثلاثة شروط بسيطة. أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستشار الأمن القومي الأمريكي أن إسرائيل ستواصل حربها على حماس حتى تحقيق النصر. وقال نتنياهو أنه بحث مع سوليفان تهديدات حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن. نفقش اليوم مع جيك ساليفان. التقيت اليوم مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي. إنني أقدر بشدة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، سواء في تزويد الجيش الإسرائيلي بالسلاح أو في كبح محاولات الأمم المتحدة لوقف القتال أو في المساعدة على عودة المختطفين لدينا. أريد أن أوضح أن عودة المختطفين هي هدف مركزي ونحن لن نتخلى عنه. لقد أخبرت أصدقائنا الأمريكيين أن محاربين لم يذهبوا سدى، ورغم الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميماً من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس وتحقيق النصر الكامل. وخلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن إسرائيل بحاجة إلى بضعة أشهر لتفكيك حركة حماس. لتفكيك المنظمة التي تم بناؤها منذ سنوات فقط لأغراض إرهابية وتحرير غزة من حماس، هناك حاجة إلى أكثر من بضعة أشهر. ستكون حربا طويلة وسننتصر في النهاية. أشكر الإدارة الأمريكية على دعمها غير المشروط. قال الجيش الإسرائيلي إن قوات خاصة تابعة له انتشلت جثة رهينة كانت محتجزة لدى حماس في غزة، فيما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن الجيش الإسرائيلي أعلنه مقتل أحد جنوده خلال المعارك في جنوب القطاع، مشيرة إلى أن الجندي هو أحد أفراد كتيبة الهندسة في لواء غولاني. من جهتها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها قتلت أمس 10 على الأقل من الجنود الإسرائيليين في استهداف بحي الشجاعية في غزة.
ومعنا من المنطقة الحدودية مع قطاع غزة مراسلة الحدث لانا كلغاصي. لانا، آخر التطورات من عندك؟ أهلا بك. يعني منذ ساعات الأمس مساء الأمس حتى هذه اللحظات نتحدث عن هدوء حذر يخيم جميع المناطق مستوطنات غلاف غزة. هذا يؤكد بأنه لم يكن هناك إطلاق لأي رشقات صاروخية منذ ساعات، منذ تقريبا الساعة 11 مساء حتى 8 من صباح اليوم طبعا بالتوقيت المحلي. ولكن يدعو أحرنوتي أحد الصحف الإسرائيلية التي كانت تتحدث اليوم أن الجيش الإسرائيلي كان قد استمر في العمليات، فجر أكثر من 20 منزلا في الأجزاء الشرقية من الشجاعية، وأيضا تحدث بالفعل أن هناك إصابة جندي إسرائيلي إضافي في، ونتحدث ليس فقط عن جندي عادي، نتحدث عن جندي وضابطين أصيبوا بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة. هذا يدل ويشير بأنه ما زال هناك اشتباكات عنيفة وعنيفة جدا. بنهاية المطاف الشارع الإسرائيلي هو بالفعل يعني متفاجئ ربما بالقدرات العسكرية لدى حركة حماس، خاصة في هذه المعارك الكبيرة. نتحدث أن الضباط والجنود معظمهم الذين يقتلون هم من جولاني، وهذا يدل بأن جولاني بطبيعة الحال معروفة في الجيش الإسرائيلي وفي المجتمع الإسرائيلي بأنها من أكثر القوات قوة وتدريبا ولديها مهارات عالية جدا، وبالتالي بالفعل فوجئ الشارع الإسرائيلي بهذه القدرات. إضافة إلى ذلك نتحدث عن ارتفاع أعداد القتلى الجنود وإضافة إلى الجرحى. كان هناك أيضا في تفاوت وتضارب في الأعداد بينما يتم تداوله من قبل الجيش الإسرائيلي والناطق باسم الجيش الإسرائيلي وأيضا المستشفيات الإسرائيلية. على ما يبدو أن القوات الإسرائيلية بدأت تفقد السيطرة على الأخبار التي تخرج من المستشفيات الإسرائيلية، لأنه بنهاية المطاف المستشفيات صرحت آخر الأيام عن تواجد 5000 من الجرحى الإسرائيليين أو الجنود، وبالتالي نتحدث عن 60 إلى 70 جندي إضافي يجرح أو يكون في إصابات خطيرة كل يوم يتم استقباله في مستشفيات مختلفة في الداخل الإسرائيلي. من المنطقة الحدودية مع قطاع غزة مراسلة الحدث لانا كلغاصي، شكرا جزيلا لك. تجمع المئات من أهالي المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية في وقفة تضامنية مع أقاربهم المعتقلين وسط هتافات دعم للفصائل في قطاع غزة. نحن خايفين على أولادنا، معلوم خايفين على أولادنا، هم بيطلبوا في الصليب الأحمر يروحوا يزوروا أولادهم، طيب يطلبوا يروحوا يزوروا أولادنا، احنا مش عارفين هم طيبين، هم ميتين، هم بيتعرضوا لقمع، بيتعرضوا لقتل، بيتعرضوا يعني أغلبهم في المستشفيات أسرانا، مش عارفين عنهم ولا إشي. زوجي أسير ووالدة أسير، ابني تعرض للضرب أثناء اعتقاله أمام عيني، فبالتالي كيف يكون شعوري كوالدي وأنا أعلم أن ابني في السنازين أو في المعتقلات بين أيدي الاحتلال. إذن مشاهدينا نعود إلى الصور المباشرة من قطاع غزة، وهذه ضربة جديدة إذن على القطاع من قبل الطيران الإسرائيلي، قصف شديد ومكثف صباح اليوم يشهده القطاع شماله وجنوبه ووسطه بهذه الصور إذن التي تأتينا مباشرة من هناك. رفض القيادي بحركة حماس أسامة حمدان أي حديث عن إطلاق سراح المحتجزين قبل الوقف الشامل لإطلاق النار على غزة، وجدد حمدان انفتاح الحركة على أي جهد يصب في وقف الحرب، وأنه لا تفاوض
بخصوص أي صفقة لتبادل الأسرى إلا بعد توقف كامل للعدوان على قطاع غزة. لا تفاوض ولا عودة للأسرى إلا بعد وقف كامل للعدوان والاستجابة لشروط المقاومة في صفقة التبادل. ونؤكد هنا انفتاحنا على كافة الجهود التي تفضي إلى وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة وفي ضفتنا المحتلة، وإلى إطلاق سراح أسرانا في سجون الاحتلال. ونؤكد حرصنا على تشكيل مرجعية وطنية على طريق استرداد شعبنا لحقوقه الوطنية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. أعلن عزام الأحمد القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية أن الأوامر جاءته من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتواصل مع حركة حماس، مشيرا إلى ضرورة أن تكون كل الفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. جاءتني تعليمات من الرئيس أبو مازن أن أكون على تواصل مع حماس يعني تشرح لنا الصورة بالضبط، خاصة والذي يهمنا أولا هو إنهاء الانقسام، كما أشار الانقسام الطويل كما سماه الأخ موسى أبو مرزوق، وكذلك أن منظمة التحرير هي التي تمثل القرار السياسي الفلسطيني بكل جوانبه. وبنفس الوقت أيضا حتى تطرق إلى قضية الاعتراف وإقامة الدولة الفلسطينية. كل الفصائل الفلسطينية يعني يجب أن تكون في إطار منظمة التحرير، حتى حركة الجهاد. نعم، حتى حركة الجهاد، وأهلا وسهلا في العلمين. الجهاد هي التي تغيبت، رغم أنها وجهت لها الدعوة، وأيضا وجهت الدعوة للإخوة في الجبهة الشعبية القيادة العامة، ولكنهم قاطعوا، وبعد ذلك قالوا لسنا نحن طرف في اجتماع لجنة المتابعة. يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، وبحسب مسؤولين أمريكيين سيناقش سوليفان مع عباس الحرب في غزة وجهود ما وصفوها بتجديد وتنشيط السلطة الفلسطينية وكبح جماح عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. كان سوليفان قد صرح قائلا إن حكم الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يكون في ظل سلطة فلسطينية تم تجديدها على حد وصفه. سوليفان قال إن هناك حاجة لربط حكم الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة سلطة فلسطينية خضعت للإصلاح والتقوية، وأنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول تحول إسرائيل من العملية العسكرية العالية الشدة في غزة إلى مرحلة أكثر دقة وتحديدا، واصفا في الوقت ذاته المحادثات مع القيادة الإسرائيلية بأنها بناءة، وقال إن هناك درجة كبيرة من التقارب حول الأهداف. أعلن البنتاغون انضمام رئيس الأركان الجنرال تشارلز كيو براون إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اجتماعات سيعقدها في إسرائيل خلال الأيام المقبلة. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الزيارة ستكون الأولى لبراون إلى الشرق الأوسط منذ تقلده المنصب، مضيفة أن براون ووزير الدفاع لويد أوستن سيجتمعان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الدائم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. كما سيشدد الطرفان بحسب البنتاغون على أهمية أخذ سلامة المدنيين في الاعتبار خلال العمليات والحاجة الماسة إلى زيادة إدخال المساعدات الإنسانية. نقلت مجلة بوليتيكو عن مصدرين مطلعين القول إن واشنطن تجمع معلومات استخباراتية وتضع تقديرات مفصلة لتحركات إسرائيل وحماس في غزة. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن المعلومات تشمل أهداف إسرائيل وحماس والأسلحة التي يستخدمها كل طرف والعدد المرجح للقتلى في صفوف الطرفين. بوليتيكو أضافت أنه بناء على تلك المعلومات أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن انتهاج إسرائيل سياسة القصف العشوائي في غزة.
وذكرت المجلة أن متحدثين باسم الخارجية الأمريكية امتنعوا عن التعليق على الأمر، لكن سبق لهم القول إن الوزارة تراقب الموقف في غزة وتجمع المعلومات. كما طلب مشرعون أمريكيون معلومات عن استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية والأسلحة الأمريكية، وما إذا كانت تلك الهجمات أدت إلى مقتل مدنيين. معنا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا اليوم. هل يمكن أن نقول بأن الخلاف الحقيقي اليوم الواقع بين أمريكا وتل أبيب هو عن مدة هذه الحرب؟ أشكر على هذه الاستضافة. واحدة من الخلافات الرئيسية مدة الحرب شدتها، هذا الخلاف الثاني، لكنه أيضا خلاف آخر مهم هو رفض إسرائيل لحد الآن الحديث عن مسار سياسي. الولايات المتحدة يعني منذ شهر أو أكثر من شهر تتحدث عن غزة في اليوم التالي بعد نهاية العمليات العسكرية والحديث عن مسار سياسي وما إليه، فيما الخطاب الإسرائيلي بضمنه خطاب رئيس الوزراء نتنياهو يتحدث فقط عن الحرب، وحتى في الحالات القليلة التي يتحدث فيها الحكومة الإسرائيلية عن اليوم التالي هي تناقض الرغبة والإعلانات الأمريكية، يعني عندما تتحدث عن احتلال جزء من قطاع غزة، عدم القبول بمنظمة التحرير أو بفتح في الضفة الغربية أن تتولى حكم القطاع وما إليه، يعني مجموعة اختلافات واضحة بدأت تظهر للعيان مؤخرا في إطار رغبة أمريكية بممارسة ضغط ما على إسرائيل. ولكن اليوم عندما نتحدث عن الأهداف الإسرائيلية التي تدعمها واشنطن، هي أهداف واقعية بعد 70 يوما من الحرب؟ يعني أنا أعتقد أنه الحرب طالت أكثر مما يجب، ربما لم يكن التصور الأمريكي هكذا. أعتقد الولايات المتحدة سياسيا تستطيع أن تتحمل حرب حتى طويلة في غزة، لكن ليس على هذا النحو من الشدة. قدمت الولايات المتحدة اقتراحات تفصيلية لإسرائيل بخصوص يعني عمليات ما تسمى عمليات جراحية، استهداف أماكن محددة من دون استخدام هذا القصف، القصف بالطائرات، يعني مجموعة تفاصيل عسكرية لا تجعل هذا النزاع يحتل صدارة الصحف و الأخبار يوميا، وهذه حالة الطوارئ المستمرة بانتظار حدوث شيء ما. أعتقد يعني الولايات المتحدة الآن تتحدث عن أسابيع هي تستطيع أن تدعم هذا الجهد سياسيا، ربما بعدها يعني ستنفتح أبواب الأمم المتحدة، الفيتو الأمريكي قد يختفي. على أساس التجارب السابقة الأمريكية مع إسرائيل الأمور عادة تمشي هكذا، دعم كامل يكاد يكون مطلقا في البداية، ثم تبدأ الولايات المتحدة تتراجع تدريجيا في العادة بسبب كثرة الخسائر المدنية. ولكن ألا تعتقد بأن تل أبيب اليوم لا تبالي بأي ضغط لا أمريكي ولا دولي في ظل الزيارة التي يقوم بها سوليفان اليوم إلى تل أبيب ورام الله؟ نحن نتابع هذه الصور المباشرة الآن أستاذ، وتظهر شدة القصف العنيف على قطاع غزة. يعني قد تكون علنا إسرائيل تبدي أنها لا تهتم وأنها ستستمر في خططها العسكرية كما قررتها، لكنه هذا الاستهلاك الإعلامي، هذه رسالة للداخل الإسرائيلي. الحكومة، حكومة نتنياهو، الحكومة اليمينية تواجه مشكلة حقيقية سياسية، أنه ما أن تنتهي هذه الحرب إسرائيل ستذهب إلى انتخابات مبكرة، يعني هذا يعني واضح يكاد يكون متفقا عليه. وهذه الحكومة التي يقودها نتنياهو للليكود فيها 32 مقعدا في البرلمان، في كنيسة عدد المقاعد الكلي 120، بمعنى هو الليكود لديه ربع المقاعد، في ظل استطلاعات الرأي هو لن يحصل حتى على عدد المقاعد هذه، ربما يحصل على نصفها، ما يعني عدم قدرته على تشكيل حكومة مستقبلية. هذا أحد الأسباب أنه الليكود نتنياهو وأحزاب اليمين المتحالفة معه، لأنها كلها ستخرج من السلطة، تصر على استمرار الحرب والحديث عن حرب مفتوحة قد تستمر
أشهر هم لا يتحدثون عن وقت، وإنما يتحدثون ما يستغرقه الوقت من أجل تدمير حماس. أعتقد هذا الهدف غير واقعي، غير قابل للتحقيق. وفي آخر المطاف يعني إسرائيل ليست فقط الحكومة اليمينية، هناك طيف سياسي واسع متعاطف مع الطروحات الأمريكية ولا يريد حربا مفتوحة. نعم. ابقى معنا أستاذ أو دكتور عقيل عباس، الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية، سنعود إليك في سياق هذه النشرة. رأى تحقيق لصحيفة واشنطن بوست أن سياسة الرئيس بايدن تجاه غزة تمثل خطأ فادحا جديدا في إدارة الشؤون الخارجية الأمريكية، ووصفت الصحيفة دعم إدارة بايدن لإسرائيل وهي تدمر غزة وتقتل المدنيين الفلسطينيين بأحدث تذكير بالحكم السيء للإدارة الأمريكية في الشؤون الخارجية، قائلة إنها لا تدافع عن الديمقراطية والحرية كما تدعي. وتابعت الصحيفة أن الأخطاء التي ارتكبتها إدارة بايدن خلال الشهرين الماضيين محت كل الأشياء الإيجابية التي قام بها الرئيس خارجيا في بداية ولايته. وأضافت واشنطن بوست أن الولايات المتحدة تصر على الوقوف وحيدة في وجه التقارير الدولية التي توثق انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وقتل الأطفال والتجويع الجماعي والتسبب بنزوح مئات الآلاف. واعتبرت الصحيفة أن مواصلة الولايات المتحدة دعم العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة يزيد من تآكل مصداقية أمريكا في الشؤون الخارجية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد من إسرائيل إنهاء عملياته البرية الواسعة في قطاع غزة في غضون 3 أسابيع وأكثر قليلا. وذكر المسؤولون أن إدارة بايدن أبلغت الحكومة الإسرائيلية بضرورة إنهاء عملياتها البرية الواسعة في هذا الإطار الزمني والانتقال إلى مرحلة أكثر تحديدا للأهداف في حربها ضد حماس. وأضافوا أن إدارة بايدن تتفهم وتقبل أن تستمر الجهود الإسرائيلية في مطاردة قادة حماس لأشهر حتى بعد الانتقال من مرحلة العمليات المكثفة إلى الأقل حدة. وتتضمن المرحلة الجديدة حسب ما ذكرت نيويورك تايمز استخدام مجموعة أصغر من قوات النخبة الإسرائيلية التي ستتحرك داخل وخارج المراكز السكنية في غزة وتنفذ مهام أكثر دقة للعثور على قادة حماس وإنقاذ الرهائن. نعود إلى الدكتور عقيل عباس، الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية، معنا مباشرة من واشنطن. دكتور، اليوم واشنطن قادرة على إنقاذ صورتها المدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ يعني أنا أعتقد في الشرق الأوسط، الشرق الأوسط العربي بالذات، صورة واشنطن سيئة تاريخيا لأسباب بعضها موضوعي وبعضها غير موضوعي مرتبط بالأيديولوجيا. فلا أعتقد أنه عمليات غزة أضافت شيئا جديدا لجهة الغضب العربي، سوء التفسير العربي، الانزعاج العربي من واشنطن، لكنه عالميا أعتقد هي أثارت بعض الإشكالات. أوروبيا الدعم الذي جاء في البداية لإسرائيل بدأ الآن يتراجع، هناك ضغوط دولية، هناك ضغوط من أمريكا اللاتينية أيضا بخصوص عقلنة الدعم الأمريكي لإسرائيل، لكنه لا أعتقد أنه مكانة واشنطن تراجعت لأسباب كثيرة عالميا، لأنه هذه الإدارة أيضا مقابل إدارة ترامب تتميز بالتعاون مع دول العالم في ملفات كثيرة، مثلا ملف المناخ. طيب إنما نتحدث داخليا أمريكيا في الداخل اليوم، التعامل مع الإدارة، إدارة جو بايدن، تغيرت نوعا ما مع الضغط الشعبي اليوم، هناك مظاهرات داخل البيت الأبيض. الإحصاءات، استطلاعات الرأي تؤكد أنه زيادة الدعم للفلسطينيين، وهذه ظاهرة جديدة يعني أفرزتها غزة بكل مآسيها، زيادة هذا الدعم مقارنة بما كان عليه في السابق. مع ذلك الدعم لإسرائيل شعبيا نتحدث أكثر من الدعم لفلسطين أو لغزة. هل هذا عامل ضاغط على الإدارة؟ الشك بهذا في داخل الحزب الديمقراطي، نعم هذا يمكن أن يكون عاملا ضاغطا. أعداد أكبر من النواب الديمقراطيين في الكونغرس يضغطون على الرئيس بايدن من أجل دعم وقف إطلاق النار، من أجل عقلنة أكثر فأكثر الدعم الأمريكي لإسرائيل. لا أحد حقيقة يطالب بوقف الدعم
لكن الفعاليات السياسية الأمريكية الرسمية، وإنما جعله دعما مشروطا المزيد من الضغط على إسرائيل وما إليه. ويبدو أن الرئيس بايدن تصرف على هذا الأساس، يعني ما قاله قبل يومين، الجهود التي تبذل الآن، إرسال جاك سوليفان، هذه كلها رسائل إسرائيل تقرأها بدقة بغض النظر عن الذي يقال في الإعلام. ليس لإسرائيل حليف أساسي إلا الولايات المتحدة، هي التي تمنع المجتمع الدولي من ممارسة الضغط، هي التي تمنع مجلس الأمن من فرض إجراءات ضد إسرائيل. بالتالي إسرائيل لن تضحي بمثل هذا الحليف الأساسي بسبب ما يريده نتنياهو أو ما يريده أو ما تريده حكومة اليمين. هناك ضغط. وإذا ما ظلت إسرائيل تتعنت اليوم في هذه الحرب، ممكن أن تخسر نفسها أمام الدعم الدولي. أعتقد هذا هو الذي سيحصل. ربما ستبدأ الولايات المتحدة بسحب دعمها السياسي، لن تسحب دعمها العسكري، وإنما تقلله في آخر الشوط. ونحن نتحدث عن إدارة بايدن قدمت مساعدات عسكرية غير مسبوقة بشكل سريع وفعال، وحتى أحيانا باستخدام استثناءات قانونية. الكونغرس لحد الآن لم يمرر رسميا صفقة الأسلحة لإسرائيل، لكنه هذه الإدارة تستخدم قوانين الطوارئ والصلاحيات الاستثنائية للرئيس من أجل إيصال أسلحة وذخائر. إسرائيل تحتاج الكثير من الذخيرة في حربها في غزة، والولايات المتحدة زودتها. بمعنى الحاجة الإسرائيلية للولايات المتحدة ليست فقط سياسية وإنما عسكرية بشكل أساسي. لا تستطيع إسرائيل أن تضحي بكل هذا، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستحتاج اللجوء أو التلويح بقطع المساعدات العسكرية. فقط الحديث عن السياسة ووقف الدعم السياسي لإسرائيل في المحافل الدولية، أعتقد هذا سيكون كافيا. شكرا جزيلا لك من واشنطن الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية. تحدث مراسل الحدث مع مديرة عيادة دير البلح التي تتبع للأونروا عن تضاعف الإقبال على العيادة بسبب الأمراض المعوية المنتشرة بين الأطفال والأمراض الجلدية والجهاز التنفسي. نتواجد هنا في عيادة دير البلح، هذا المركز الصحي الذي أنشئ وبني بدعم وتمويل سعودي قبل عدة سنوات. كان يستقبل هذا المركز الصحي ما يقارب من 500 مراجع ومريض من مخيم دير البلح قبل الحرب والتصعيد على قطاع غزة، ولكن الآن تضاعفت هذه الأرقام بسبب الأوبئة والأمراض التي انتشرت في صفوف النازحين الذين انتقلوا من منطقة شمال قطاع غزة إلى منطقة الجنوب، وهذا له عدة أسباب، سواء كان من سوء التغذية أو انتشار مياه الصرف الصحي أو حتى أيضا الأجهزة التنفسية، هناك فيها أمراض كثيرة بسبب أيضا المياه الملوثة. ولذلك يعني هناك مضاعفة لأرقام المراجعين، هناك طلب كثير للأدوية، هناك إقبال كبير من النازحين هنا على هذا المركز، ولكن ليس فقط من سكان دير البلح بل من كافة مناطق شمال قطاع غزة الذين نزحوا إلى مخيم دير البلح. معي هنا الدكتورة حنين المصدر، مديرة هذا المركز الصحي الخاص بدير البلح. يعطيك العافية دكتورة. كيف انعكست أجواء الحرب على النازحين داخل مراكز الإيواء؟ أبرز هذه الأمراض والأوبئة التي انتقلت وتفشت في صفوف الأطفال في مدارس الإيواء. في المرتبة الأولى ارتفاع شديد في أعراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز التنفسي الأول. هناك كما ذكرت 1200 حالة يومياً في مراكز الإيواء بالإضافة لمركز العيادة. هناك أيضا النزلات المعوية الشديدة للأسف الشديد، لا نرى حالات نسميها متوسطة، لا نجد حالات متوسطة لا متوسطة الخطورة، ونقوم بتقديم الخدمات الطبية الأساسية لديهم، وأيضا هناك في حالات قد حولت إلى المستشفى بسبب الوضع الصحي السيء للأطفال نتيجة الاكتظاظ، نتيجة سوء التغذية، ونتيجة البيئة غير صحية التي يعيشون فيها الآن. هناك أيضا انتشار الأمراض الجلدية للأسف، هناك التهابات بكتيرية. التهابات البكتيرية من قبل كانت تكون في مكان موضعي، الآن تنتشر في جميع أنحاء الجسم للأطفال، ولا يتم التعامل معها فقط للأسف بالمضادات الحيوية الموضعية، أيضا يحتاج إلى مضادات حيوية للجسم يأخذها الأطفال. هذا هو الحال في مركز صحي عيادة دير البلح. نتحدث هنا عن انتشار وتفشي للأمراض والأوبئة، وذلك بسبب قلة النظافة، سوء التغذية، المياه الملوثة، طفح
المياه الصرف الصحي في مراكز اللجوء هنا والنزوح، خاصة وأن هنا في دير البلح هناك حالة نزوح كبيرة من منطقة غزة وشمال قطاع غزة إلى منطقة الوسط والجنوب. أسامة الكحلوت لقناتي العربية والحدث من دير البلح. أفادت البحرية البريطانية بتقارير عن حادث جديد استهدف استهداف لسفينة في باب المندب. وفي السياق قال موقع أكسيوس إن وصول السفن التجارية إلى ميناء إيلات توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات ميليشيا الحوثي. أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعثت رسائل لميليشيا الحوثي في اليمن تطالبهم بوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، في حين طلب المبعوث الأمريكي لليمن من دبلوماسيين خليجيين نقل رسائل تحذير إلى تلك الميليشيات. وبحسب الموقع فإنه من المتوقع أن تعلن واشنطن اليوم عن قوة متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لردعها. إلى ذلك قال موقع أكسيوس إن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر عدم شن عمل عسكري ضد ميليشيا الحوثي حاليا، وأن إسرائيل قررت التركيز على الحرب في غزة وتجنب توسيع نطاق الحرب. وفي السياق دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ المجتمع الدولي إلى التحرك بقوة وتوحيد الجهود للتصدي لتهديد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الاقتصاد والتجارة العالميين. أتابع الوضع الصعب بعد إغلاق الممر البحري في باب المندب الذي يقع قبالة سواحل اليمن وأفريقيا، وبشكل أساسي من قبل منظمة إرهابية وهم الحوثيون في اليمن ذراع إيران. هذا مستحيل وغير مقبول. على المجتمع الدولي أن يوقف تلك الاستفزازات والاحتداءات وأن يواجه إيران بشأن ذلك ويوضح أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تدهور كبير جدا. أدعو إلى تحرك المجتمع الدولي بقوة وتوحيد الجهود للتصدي لهذا التهديد الخطير الذي تمثله الجماعة المدعومة من إيران على الاقتصاد والتجارة العالميين. الاعتداءات الحوثية على طرق الملاحة في البحر الأحمر تستدعي تحرك الولايات المتحدة عبر إفاد وزير دفاعها إلى المنطقة. البنتاغون أعلن أن لويد أوستن سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين في المنطقة، إضافة لعدد من عناصر القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. قبل ذلك قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن تجري محادثات مع عدة دول بشأن تشكيل قوة عمل بحرية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر، دون ذكر مزيد من التفاصيل. صحيفة واشنطن بوست نسبت لمسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن خطة الرئيس بايدن هي توسيع قوة المهام المشتركة 153، وهي وحدة عسكرية تركز على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي مجموعة تضم 39 دولة. في الأثناء عززت القوات البحرية الأمريكية والفرنسية وجودها في البحر الأحمر لحماية السفن من خطر استيلاء أو هجوم الحوثيين عليها. ومنذ 19 من نوفمبر الماضي بدأ الحوثيون الاستيلاء على بعض السفن المارة في البحر الأحمر التي يقولون إنها مملوكة لإسرائيل أو متجهة إليها على خلفية الحرب في غزة. إيران بدورها لوحت كما في كل أزمة بتهديدات مبهمة. وزير الدفاع محمد رضا أشتياني حذر من أن مقترح تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر سيواجه ما وصفها بمشكلات استثنائية، ولم يحدد وزير الدفاع الإيراني أي إجراءات لدى إيران للرد على تشكيل قوة للبحر الأحمر تدعمها الولايات المتحدة. من القاهرة ينضم إلينا خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. هل يتحدى اليوم الحوثي الولايات المتحدة أم ماذا نفهم من كل هذا التصعيد؟ صباح الخير، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين جميعا. أعتقد أننا أمام فصل من فصول إدارة عملية الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وإيران كانت معنية من اللحظة الأولى بإثبات وجودها في داخل ما يجري في قطاع غزة عبر التصريحات الإعلامية التي أطلقتها في بداية هذه المعركة، رغم أنها لم توفي إيران بتعهداتها والتزاماتها تجاه ما يجري على أرض قطاع غزة. وجميعنا نتذكر
أن الشرط الإيراني الذي وضع في هذا الوقت المبكر كان أن التوغل البري الإسرائيلي سيستلزم تحريك الأذرع الإيرانية في مواجهة إسرائيل، لكن يبدو أن إيران تلقت في هذا التوقيت تحذير شديد اللهجة من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها حاضرة من أجل مواجهة تهديد من هذا النوع. ولذلك تابعنا جميعا أن التحركات لهذه الأذرع تبدو منضبطة إلى حد كبير ولم تتجاوز الخطوط الحمراء. مجموعة مناوشات تجري في ما هي الخطوط الحمراء والعراق التي لم تتجاوزها بعد؟ الخطوط الحمراء هو إشعال الموقف بما لا تسمح به الولايات المتحدة وإصابة أهداف أمريكية بخسائر كبيرة أو فادحة أو إجراء اشتباكات مفتوحة كما نتابع بدقة. والظاهر أو الذي يمكن أن يعطينا صورة دقيقة هو ما يجري في جبهة جنوب لبنان ما بين حزب الله والقوات الإسرائيلية. يبدو الاشتباك مقيدا ومحسوبا من كلا الطرفين ونوع من أنواع نقل الرسائل المنضبطة. هناك رغبة متبادلة ما بين الجانبين بعدم توسيع نطاق الاشتباك عن الحدود المسموح بها، أي عدم إيقاع خسائر كبيرة فادحة، عدم اللجوء إلى وحدات عسكرية بأكبر عددا من التي يتم استخدامها مجرد إطلاق مجموعات من الصواريخ ليست جبهة مؤثرة والرد عليها بصواريخ مقابلة، خسائر يمكن أن يتحملها كلا الطرفين وألا تمثل له ضغطا سياسيا في الداخل، وهنا أتحدث عن كل من إسرائيل ولبنان. أظن أن الحالة الحوثية هي تدور في ذات النطاق وإن كانت تبدو متقدمة أكثر عندما بدأت تمس الملاحة البحرية الدولية، لأن بهذه أعتقد أن هذا هو يمكن اعتباره أول تسجيل لعبور الخطوط الحمراء التي تحدثنا عنها. خطوة من هذا النوع تستدعي بالفعل كما أشير في الأخبار الأمريكية التي نتابعها منذ الأمس أن هناك خطة أمريكية جاهزة لمواجهة هذا العبور للخط الأحمر الذي يهدد الملاحة الدولية في ممر ملاحي أعتقد أنه يهم كل العالم وليس الإقليم وحده. هذه الخطة تبدأ بتشكيل هذه القوة متعددة الجنسيات؟ أعتقد هذه الخطوة ستعبر عن نفسها بتوسيع أو تحديد مهام أكثر تحديدا للقوة 153 و151 و150. هناك قوة موجودة بالفعل، قوة بحرية مكلفة بتأمين حركة الملاحة الدولية تضم 39 دولة، ربما مجموعة من الدول غادرت هذه القوة المشتركة، هي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومقرها البحرين، ولديها بنية تحتية مجهزة وقادرة على فرض سيطرتها في حال توافرت الإرادة. أعتقد أن ما ينقص الولايات المتحدة الأمريكية هو تفعيل إرادتها في مواجهة الحوثي. هناك نوع من أنواع التقاعس والتباطؤ من الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الحوثي. أعتقد هذا الأمر ليس وليد اللحظة وليس على خلفية حرب غزة. نتابع مسألة التقاعس والتباطؤ في مواجهة الحوثي وما يقوم به في إجهاض العملية السياسية داخل اليمن منذ فترة طويلة من قبل المجتمع الدولي، وتقود ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. لكن مع هذا التهديد الذي دفعت إسرائيل إلى إسناد هذه المهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل، المدقق لتصريح إسرائيل بأنها ليست معنية بالقيام بعمل عسكري ضد الحوثي يشي بشكل واضح أن هناك توزيع للمهام ما بين إسرائيل، وأن هناك اتفاق قد جرى ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يضع عملية تأمين الملاحة ومواجهة الحوثي في العهدة الأمريكية. ولذلك هناك ابتعاد إسرائيلي وانسحاب عن مواجهة الحوثي، وأن واشنطن ستتقدم بخطة ستعلنها اليوم أو غد على أقصى تقدير لمجموعة من دول المنطقة الموجودة بالأساس في هذه القوى البحرية من أجل
وضع أجندة مهام جديدة كي تضمن سلامة وتأمين الملاحة الدولية والملاحة البحرية في كل من البحر الأحمر، باب المندب، خليج عدن، تضمن أن يكون هناك حالة من حالات الاستقرار. ربما تكون قد تشكلت إرادة من نوع ما لتوجيه ضربات عسكرية، لكن بالأساس هذه القوة هي تملك بنية تحتية جيدة وفعالة في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتقل إلى مستوى متقدم للمواجهة. من القاهرة شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دائما للمزيد تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. شكرا لكم والسلام عليكم.